نمر الآن إلى موكب توسيم ثلة من رجال العلم. في نطاق احتفالنا بيوم العلم وعملا بمجلة الأوسمة، قرر سيادة الرئيس الباجي قائد السبتي رئيس الجمهورية منح الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم إلى السيدات والسادة الآتي ذكرهم ممن تميزوا بأعمالهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات. في الصنف الثاني السيد محمد بن علي الوسلاتي. في الصنف الثالث الأستاذ الجيلاني اللملومي. الأستاذ رشيد غرير.